دبلوماسية أمريكية كويتية لتحريك الأزمة الخليجية. طيران النظام السوري يكثف غاراته على آخر جيوب المعارضة في العاصمة دمشق. المجلس اللبناني الأعلى للدفاع يبحث تطورات الوضع الأمني على الحدود. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة، ونبدأها من تطورات الأزمة الخليجية، إذ يلتقي مساء اليوم المبعوثان الأمريكيان الجنرال المتقاعد أنتوني زيني ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى تيم ليندركين بوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ضمن جولة لهما في المنطقة تهدف إلى حل الأزمة الخليجية. في حين يواصل المبعوثان الكويتيان وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله الصباح يواصلان جولة في المنطقة للغرض نفسه. وكان المبعوثان الأمريكيان قد بحث أمس في الكويت مع نائب وزير الخارجية الكويتي الجهود التي تقوم بها الدولتان لرأب الصدع في العلاقات الخليجية، وتشمل جولتهما بالإضافة إلى الكويت قطر والسعودية والإمارات. وفي سياق متصل توجه مبعوث أمير الكويت اليوم إلى كل من سلطنة عمان والإمارات والبحرين لتسليم رسائل خطية إلى قيادات هذه الدول. هذا واختتم التمرين البحري المشترك الذي نفذته القوات البحرية القطرية مع القوات البحرية التركية بمشاركة الفرقاطة التركية جوكوفا. وجرى التمرين الذي استمر على مدى يومين بالمياه الإقليمية القطرية. وبحسب مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية، فإن التمرين الذي يحمل اسم الاستجابة السريعة شاركت فيه كل من القوات الجوية الأميرية القطرية والقوة البحرية التابعة للقوات الخاصة المشتركة والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود. وأوضحت المديرية أنه تم استخدام عدد من زوارق الصواريخ بالإضافة إلى فرقاطة تركية جوكوفا، وهي واحدة من أحدث القطع البحرية التركية. التمرين هذا المشاركين في التمرين هو طبعا الفرقاطة التركية بالإضافة إلى ثلاث زوارق صواريخ قطرية بالإضافة إلى قوارب سريعة مشاركة عدد 6 أو 7 قوارب سريعة بالإضافة إلى التغطية الجوية من عن طريق سلاح الجو. طبعا هذه كلها تجي في هذه التمارين المشتركة تجي لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات ورفع الكفاءة الضباط المتدربين. إلى سوريا الآن، حيث كثف جيش النظام السوري قصفه وضرباته الجوية على حي جوبر آخر جبل المعارضة في العاصمة دمشق، وذلك في أعنف قصف ينفذه خلال حملة عسكرية بدأت قبل شهرين. كما تقوم وحدة خاصة متمركزة في جبل قاسيون الاستراتيجي المطل على العاصمة دمشق بقصف منطقة عين ترمة إلى الجنوب من المدينة مباشرة. رغم إعلانه الهدنة في الغوطة الشرقية بريف دمشق من جانب واحد، يواصل النظام السوري استهداف تلك المناطق الخاضعة لاتفاق خفض التوتر. منذ ساعات الصباح والنظام السوري يمارس انتهاكاته وتجاوزاته بحق المدنيين العزل بقصف استهدف أحياء وقرى عدة. بلدة عين ترمة وزملكة في الغوطة الشرقية كانت تحت مرمى نيران قوات النظام منذ ساعات الصباح. أسفر قصف بصواريخ فراغية عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين بينهم أطفال ونساء. أنا تابوك السماء، وين نحن عملوا يا إسلام؟ وين الإسلام؟ كل هذا أطفال عندنا هون، طيران وفيل وفوزليكا وكل الأنواع السلاح. طلعوا قدامكم إذا بتلاقوا عنا إرهابيين تعالوا عنا. إلى ذلك، ذكرت مصادر إعلامية أن توترا يسود في غوطة دمشق الشرقية نتيجة اقتتال داخلي وعمليات انشقاق واعتقالات بين كبرى فصائل المعارضة السورية.
وتعد الغوطة الشرقية أبرز معاقل المعارضة السورية المسلحة في محيط دمشق منذ 5 أعوام، وتتعرض منذ ذلك الوقت إلى حصار محكم وقصف مستمر، ما أدى إلى مقتل آلاف المدنيين وخلق مأساة إنسانية طالت أكثر من 500,000 مدني محاصرون في مدن وبلدات الغوطة الشرقية. مشاهدينا، بالعودة إلى التحركات الدبلوماسية الأمريكية والكويتية السعجة لحل الأزمة الخليجية، ينضم إلينا حول هذا الموضوع من الكويت الكاتب الصحفي عيد الفضلي. أهلا وسهلا بك سيد عيد. إذا تحرك دبلوماسي كويتي ولكن في نفس الأثناء يوازيه تحرك أمريكي، ماذا يمكن أن نفهم في هذا التزامن؟ أيضا أهميته وعلى أساس أي أرضية يمكن أن يتحرك أو تتحرك هذه المساعي الكويتية الأمريكية لحل الأزمة الخليجية؟ أختي الفاضلة، أمسيك بالخير وأمسي جميع المشاهدين. أما بالنسبة للتحرك الدبلوماسي الكويتي، هو منذ 5 يونيو أن تم حصار قطر من قبل الدول الأربعة، تحركت الدبلوماسية الكويتية بقيادة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لاحتواء هذا الموقف وعودة المياه لمجاريها، وقد قام بزيارات مكوكية في شهر رمضان، إلا أن هناك يعني طلبات ومهلة 10 أيام ثم مهلة 48 يوم. بعد ذلك حسينا أن الأمور ذهبت في يعني تصلب المواقف بعد اجتماع القاهرة واجتماع المنامة الأخير. حاليا يعني لو تلاحظين الوساطة الكويتية، الوفد الذي تحرك وسلم رسالة سمو الأمير أمير دولة الكويت إلى خادم الحرمين الشريفين، هو كان النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وبرفقته وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله الصباح، وكذلك انتقل هذا الوفد إلى جمهورية مصر العربية ثم عمان، وكذلك سيزور الإمارات والبحرين. الدبلوماسية الكويتية لن تهدأ. سيد عيد، كما ذكرت، من الواضح أن الأزمة خلال الأسابيع الماضية شهدت نوع من الجمود ونوع من تصلب المواقف. الآن ربما السؤال، على أي أرضية تتحرك هذه المساعي الدبلوماسية الكويتية؟ من الواضح جدا بأن هناك تنسيق عالي المستوى مع الجانب الأمريكي. هل نضجت الظروف الآن والمواقف من أجل إنجاح هذه الوساطة الكويتية التي تعثرت خلال الشهرين الماضيين؟ أختي، كما قال وزير خارجية أمريكا تيلرسون، نحن ندعم كأمريكا ندعم الوساطة الكويتية، والخلاف الخليجي يجب أن يحل في البيت الخليجي لأن كلنا أخوة وأشقاء. ما حدث هو الجميع، الخارجية الأمريكية، الكويت، ندعي وندعو إلى طاولة الحوار. طاولة الحوار هي الحل الأسلم، لا تضع عليه شروط ولا إملاءات كما قال ذلك صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد. الأرضية التي نسير عليها هي جمع الأشقاء على طاولة الحوار، ومن ثم نناقش جميع الأمور الشائبة بين الأخوة الخليجيين وكذلك مصر. سيد عيد، هل اقتربنا من ذلك؟ هل اقتربنا من جلوس جميع أطراف هذه الأزمة على طاولة الحوار للحوار بشكل مباشر؟ أختي، أنا أصدقك القول، الأزمة في 2014 تمت لمدة 8 شهور. الأزمة الحالية عميقة، ولكن تدخل سمو الأمير الشيخ صباح الله يحفظه، وكذلك الضغوط التي تمارسها الخارجية الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، الجميع بإذن الله سنرى غريبا هذه، وليس في الغريب العاجل، ولكن أقصد غريبا يعني ممكن خلال شهر شهرين سنجد طاولة الحوار هي بداية الحل بين الأخوة الخليجيين. أشكرك جزيل الشكر للكاتب الصحفي عيد الفضلي متحدثا إلينا من الكويت. عقد المجلس اللبناني الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية ميشيل عون اجتماعا لبحث تطورات الوضع الأمني على الحدود، وذلك على وقع استهداف الطيران السوري لأراض داخل بلدة القاع اللبنانية.
مراسلة التلفزيون العربي في لبنان أفادت بأن المجلس أكد خلال اجتماعه على التزام الحكومة بمكافحة الإرهاب وتحرير الأراضي اللبنانية منها. يذكر أن الحدود اللبنانية السورية في جرود رأس بعلبك والقاع تشهد هدوءا نسبيا بعدما شهدت الأيام الماضية قصفا مكثفا من الجيش اللبناني لمواقع تمركز عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في الجرود. أعلنت لجنة مستقلة للانتخابات في موريتانيا نجاح الاستفتاء على التعديلات الدستورية بموافقة 85% من الناخبين. وأشارت النتائج أيضا إلى أن نسبة المشاركة في الاقتراع الذي شهدته البلاد قبل يومين تجاوزت 53% رغم مقاطعة المعارضة لما وصفته بأنه انقلاب على الدستور. اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا وهي تعلن رسميا نتائج الاستفتاء الشعبي لتعديل بعض مواد الدستور الموريتاني بعد انتظار وترقب. نسبة المشاركة 53.75%. صوت بنعم على هذه التعديلات عدد الأصوات 584,484. النسبة المئوية 85.61%. المعارضة التي قاطعت الاستفتاء منذ الوهلة الأولى رفضت الاعتراف بالنتيجة واعتبرت أن الاقتراع الأخير قد كشف ضعف النظام الذي عمد بحسبها إلى التزوير والتلاعب وشراء اللمم وقمع الخصوم. هذا الاستفتاء المرفوض فصله ومرفوض في أسلوبه ومساره طبيعي جدا عن تعود المعارضة الديمقراطية رافضته وفي نتائجه ومخرجاته. غالبية المصوتين يابس من المكشوط. التعديلات الدستورية الجديدة والتي تستهدف في الأساس حل مجلس الشيوخ الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني تعتبرها الموالاة مقدمة لما تصفه بالمزيد من الإصلاحات السياسية والتنموية. ما بعد الاستفتاء مرحلة أخرى جمعية وطنية أكثر انسيابية وأكثر قدرة على التشريع ومجال الشهوية أكثر قرب من المواطن وعلم وطني يعترف بتضحية الشهداء وآمال كبيرة وطموحات نطمح إليها لموريتانيا واعدة وآمنة ومستقرة ومزدهرة إن شاء الله. الاستفتاء الدستوري قد يكون له ما بعده فيما يتعلق بإعادة تشكيل الخارطة السياسية مجددا في هذه البلاد. تقول المعارضة الموريتانية إنها كسبت الرهان بمقاطعتها ما أسمته مهزلة الاستفتاء على التعديلات الدستورية فيما تحتفي الأغلبية بأنها حققت ما تريد وكل يغني على ليلى. محمد عبد الله ميمي، التلفزيون العربي، نواكشوط. نشرتنا متواصلة من التلفزيون العربي تتابعون فيها بعد الفاصل. في اليمن مواجهات في تعز وتفجير سيارة ملغمة في أبيان. أهلا بكم من جديد. قالت منظمة Human Rights Watch إن إلغاء إسرائيل لإقامات آلاف الفلسطينيين في القدس المحتلة منذ سنوات يوضح النظام المزدوج الذي تتبعه إسرائيل في المدينة المحتلة. وأوضحت مديرة قسم الشرق الأوسط في Human Rights Watch أن إسرائيل تدعي أنها تتعامل مع القدس على أنها مدينة موحدة غير أنها تضع قوانين مختلفة لليهود والفلسطينيين وهو ما يزيد تمييز المتعمد ضد فلسطينيي القدس بما في ذلك سياسات الإقامة التي تهدد وضعهم القانوني بالمدينة. في اليمن قالت مصادر ميدانية إن المقاومة الشعبية شنت مواجهات اندلعت مع الحوثيين وقوات صالح في جبهة كرش بين تعز والأحج. وأضافت أن المواجهات اندلعت بعد استهداف الحوثيين لمواقع المقاومة في المنطقة بقذائف مدفعية مكثفة. من جهة ثانية قال سكان في مدينة تعز إن الحوثيين كثفوا قصفهم لمواقع المقاومة في مناطق شرقي المدينة وذلك من مواقع تمركزهم في تلة السوفيتال المطلة على الجهة الشرقية للمدينة. فيما تواصلت المواجهات في عدد من مناطق المدخل الغربي لتعز وتحديدا في منطقتي مدارات وحذران.
أما في محافظة أبين جنوبي اليمن فقد أفاد شهود عيان بانفجار سيارة ملغمة أسفرت عن سقوط 20 جنديا بين قتيل وجريح. مصادر أمنية يمنية أوضحت أن عناصر ما يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة أو إلى تنظيم القاعدة هجمت مقر اللواء 103 وأعقب ذلك إطلاق كثيف لقذائف الهاون وذلك في محاولة لاقتحام المعسكر. وأضافت المصادر أن اشتباكات عنيفة وقعت إثر الهجوم وأنها لا تزال متواصلة. الآن إلى متابعة النشرة الاقتصادية. قال وزير البترول المصري طارق الملا اليوم إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد قفزت إلى نحو 120 مليار جنيه مصري في السنة المالية 2016-2017 وذلك بفعل تحرير سعر الصرف الذي ساهم في ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية. يذكر أن دعم الوقود في السنة المالية 2015-2016 كان قد بلغ 51 مليار جنيه فقط، ما يعني أن تكلفة الدعم زادت بمقدار 69 مليار جنيه أي بنسبة 135%. قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبي في بيان لها إن الإنتاج في حقل الشرارة الليبي أكبر حقول النفط في البلاد عاد إلى طبيعته بعد أن اقتحم متظاهرون غرفة مراقبة في مصفاة الزاوية شمالي البلاد لفترة وجيزة. وأضافت المؤسسة أن العمليات في خط أنابيب ينقل وقود الطائرات والبنزين من الزاوية إلى طرابلس عادت إلى العمل بشكل طبيعي. ارتفعت أسعار الذهب اليوم في حين تراجع الدولار قليلا مع ترقب مستثمرين بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع، فقد ارتفع الذهب 0.2% في المعاملات الفورية ليصل إلى 1259 دولارا و41 سنتا للأوقية، بينما زاد في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% ليصل إلى 1265 دولارا و40 سنتا للأوقية. كشفت شركة مازدا للسيارات عن خططها لتدشين محرك جديد في عام 2019، قالت إنه سيكون أول محرك للبنزين التجاري يستخدم تقنية الاشتعال بالانضغاط، مضيفة أنها تسعى لاستبدال المحرك الجديد بالمستخدم حاليا على المدى البعيد. وبحسب مازدا فإن المحرك الجديد أكثر كفاءة من المحرك الحالي بنسبة 20-30%. وأعلنت أيضا أنها ستبدأ في طرح السيارات الكهربائية والتي توفر نسبة عالية من الطاقة النظيفة في الأسواق عام 2019. مشاهدينا، بالعودة إلى الهجوم الانتحاري الذي استهدف مدينة أبين جنوبي اليمن، ينضم إلينا من العاصمة اليمنية صنعاء مراسلنا هناك خليل القاهري. إذن خليل، تفاصيل أكثر عن هذا الهجوم في أبين. نعم، يعني حتى الآن الأنباء تتضارب بالنسبة لعدد وحجم الضحايا بين قتيل وجريح، فثمة أنباء تقول بأن القتلى فقط 3 والبقية جرحى، وهناك أنباء تشير إلى أن العدد أكبر، هناك أنباء أيضا تشير إلى أن القتلى فقط قتيل واحد من الجنود المنتمين إلى اللواء 103 مشاة، والذي استهدفه تفجير انتحاري بسيارة مفخخة نفذه على ما يبدو وفقا لشهود عيان عناصر يشتبه في انتمائها لتنظيم القاعدة، ولكن أيضا أعقبه اشتباكات عنيفة وبمختلف الأسلحة الثقيلة وبينها الرشاشات أيضا، واستمر لساعات على ما يبدو. كانت هناك محاولة لاقتحام هذا المعسكر، هذا اللواء 103 مشاة، الذي بالمناسبة انتقل فقط قبل أيام إلى محافظة أبين للمشاركة في الحرب ضد عناصر تنظيم القاعدة في المحافظة، ولهذا السبب ربما جاء
الهجوم الذي كان مكرسا أو مخصصا لاقتحام المعسكر على ما يبدو. وبالتالي يمكن الإشارة فقط إلى أن الحصيلة حتى الآن وفقا للمصادر المتشابهة 3 قتلى وعشرات الجرحى أو ربما أقل من 15 جريحا من الجنود المنتمين للواء 103 في محافظة أبين. هذه هي التفاصيل المتعلقة بهذا الحادث والمتوفرة حتى هذه اللحظة سارة. أشكرك جزيل الشكر على جملة هذه المعلومات مراسلنا في صنعاء خليل القاهري. بدأ الكينيون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة تشهد تنافسا محموما ولا سيما في سباق الرئاسة بين الرئيس المنتهي ولايته أوهورو كينتايا ومرشح المعارضة رايلا أودينغا وسط مخاوف من حصول أعمال عنف. وتأتي عملية الاقتراع هذه بعد 10 سنوات على الانتخابات السابقة التي جرت عام 2007 وطبعتها أسوأ أعمال عنف منذ استقلال هذه المستعمرة البريطانية السابقة عام 1963. اقتحم أعضاء في الجمعية التأسيسية الفنزويلية موالون للرئيس نيكولاس مادورو يدعمهم مجموعة من الجنود اقتحموا الكونغرس الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة التي تشارك في الجمعية التأسيسية ذات المقر. ويخشى النواب أن تعمد الجمعية التأسيسية التي أعطيت صلاحيات واسعة تطال كل المؤسسات الحكومية إلى حل الكونغرس من أجل توحيد كل السلطة بيد مادورو، لا سيما وقد أمرت الجمعية في وقت سابق بإقالة النائبة العامة لويزا أورتيغا التي انشقت عن مادورو وتحولت إلى واحدة من أشد منتقديها. الآن إلى الجولة الرياضية. تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو العاصمة المقدونية سكوبيا التي ستحتضن الليلة القمة المثيرة بين عملاق إسبانيا وحامل لقب دوري الأبطال ريال مدريد بنظيره زعيم إنجلترا وبطل الدوري الأوروبي مانشستر يونايتد في كأس السوبر الأوروبي. النادي الملكي يدخل اللقاء بصفوف مكتملة بعد عودة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى التشكيلة، ويطمح المرينجي إلى التتويج باللقب الرابع في تاريخه والثاني على التوالي، فيما يسعى البرتغالي جوزيه مورينيو إلى رد اعتباره من ناديه السابق ودخول التاريخ من أوسع أبوابه عبر التتويج بجميع البطولات الأوروبية الأربع. هذا وسيفتقد المان يونايتد الساعي إلى تحقيق لقبه الثاني في الكأس إلى خدمات عدد من اللاعبين على رأسهم المدافعين إريك باي وفيل جونز بداعي الإيقاف. حقق برشلونة الإسباني فوزا كبيرا على شابي كوينسي البرازيلي ب5 أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس ببطولة خوان جامبر الودية. وسجل أهداف النادي الكتالوني كل من ديلوفيو وبوسكيتس وليونيل ميسي ولويس سواريز ودينيس سواريز. وشهد اللقاء تكريم اللاعب ألان روشيل الذي شارك في صفوف ناديه البرازيلي لأول مرة منذ حادثة تحطم طائرة الفريق مطلع العام الجاري، علما أنه كان أحد الناجين من الحادث الشهير الذي أدى إلى وفاة أكثر من 70 شخصا معظمهم من اللاعبين والجهاز الفني للفريق. يتمسك الزمالك بآخر فرصة لإنهاء الموسم بلقب كبير وحرمان غريمه التقليدي الأهلي من تحقيق ثنائية محلية عندما يواجه لاعبه ومدرب الأسبق حسام حسن مجددا في لقاء ضد المصري البورسعيدي بنصف نهائي كأس مصر الليلة. وودع نادي القلعة البيضاء دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات وخرج من الدور نفسه في البطولة العربية الأندية على أرضه بعدما أنهى الدوري المصري في المركز الثالث. وأسفرت النتائج السيئة للزمالك عن رحيل المدرب البرتغالي أوغوستو إيناسيو بعد نحو 4 أشهر فقط من توليه المهمة لتنتقل القيادة مؤقتا إلى طارق يحيى. وفي ملاعب الكرة الصفراء تأهلت التشيكية بيترا كفيتوفا إلى الدور الثاني من بطولة تورنتو المفتوحة للتنس بعد تغلبها على منافستها الإسبانية كارلا سواريز نافارو بمجموعتين دون رد وبواقع 6-1 و7-6. في العاصمة القطرية الدوحة أقيم مهرجان الرطب المحلي الثاني بمشاركة واسعة من المزارعين. المهرجان اكتسب هذا العام أهمية كبيرة في ظل الحصار الذي تتعرض له قطر،
حيث يسعى المسؤولون إلى تعويض النقص في منتجات الرطب والتمور لهذا العام. مراسلنا سلمان النجار تذوق أنواع الرطب وعاد لنا بهذا التقرير، نتابع. بمنتوج واحد وأصناف متنوعة افتتح مهرجان الرطب المحلي الثاني، نحو 60 مزرعة قطرية تنافست في عرض محصولها السنوي. يقول المنظمون إن المهرجان يهدف إلى تشجيع أصحاب المزارع على العرض والتسويق وتعريف الزائرين بالإنتاج المحلي وترسيخ شجرة النخيل كجزء من التراث القطري فضلا عن مآرب أخرى. طبعا في ظل الظروف الحالية لدولة قطر من ضمن الحصار الجار للدولة، المشاركة الحمد لله كانت أوسع، أصحاب المزارع مستشعرين المسؤولية الاجتماعية اللي عليهم. التمور المحلية نعتبر أنها جيدة جدا، نعتبرها الحمد لله يعني أصحاب المزارع يجتهدون كثير لإظهار منتجهم بصورة تليق بأسامي مزارعهم. يعني خلاص، خنيزي، شيشي، برحي هي أبرز أنواع الرطب مما تنتجه نحو 1000 مزرعة قطرية، وتلك يقارب محصولها السنوي 30,000 طن من التمور وتغطي 80% من حاجة السوق المحلية. يؤكد أصحاب المزارع أن المشاركة في المهرجان تفتح لهم آفاقا جديدة. فرصة يعني ممتازة جدا لتسويق يعني التمور المحلية، ومن خلالها بعد فرصة لتسويق المزرعة ومنتجاتها يعني بطريقة غير مباشرة، يعني يعني معرفة الناس عن المزرعة وإمكانية إنتاج منتجات أخرى في الفصول القادمة إن شاء الله. للغذاء كما للضيافة، عرف أهل قطر شجرة النخيل منذ سنين طويلة، والرطب كما التمور صنفان لا يمكن الاستغناء عنهما في كل شهور السنة. منتج جدا طيب، وهو دعم أصلا للإنتاج المحلي، ومهرجان جدا حلو إن شاء الله كل سنة ويكرر علينا إن شاء الله بإذن الله. شاهدت الآن الأنواع المختلفة من الرطب، وهذا الشيء أستغرب منه لأنني دائما أفكر في الرطب كنوع واحد. لعشرة أيام سيفتح المهرجان أبوابه أمام الجمهور، حيث يتوقع توافد عشرات الآلاف من الزوار وبيع أطنان من المحصول هذا العام. مهرجان الرطب هو فرصة لثلاثة: للمسؤولين لإظهار إنجازاتهم، ولأصحاب المزارع لعرض منتوجاتهم، ولمحبي الرطب لتذوق ما أنتجته أرض قطرية. سلمان النجار، التلفزيون العربي.